بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضرتك الباشمهندس قبض عبد السميع عيسى باشا، مدير عام الاداره الزراعيه بيلبيس. بنرحب باليوم السابع في الاداره الزراعيه بيلبيس. النهارده بنصور اللوف على انه محصول عاد اقتصاده عالي. بيشتغل زراعته عندي هنا في كذا قرى، منها قريه الزوامل وقريه حفنه وكفر حفنه وكفر قديم، فيها هنا ما يقرب من 30 فدان. المساحه الاجماليه 500 فدان على مستوى المركز، ودي زادت على السنه اللي فاتت ب 300 فدان. ما شاء الله. ده راجع لايه بقى؟ ده راجع ان العائد الاقتصادي بتاعه عالي وتكلفته بسيطه جدا. يعني الراجل المزارع من دول بيتقي من عنده كذا كوز لوف من دول عالي الجوده، بيخليه للسنه الجايه وياخد التوه بتاعته ويزرعها، يعني بيشتريش توه من بره، وبالتالي ما فيش تكاليف يعني، حتى في المكافحه بسيطه. مربح يعني؟ مربح للفلاح، مربح جدا. لا، اللوف استخداماته كتير. اولا ما فيش بيت يعني خالي من جزان اللوف. تاني حاجه بيخش في صناعه الفلاتر. تالت حاجه بيتصدر بره، بيخش في المبردات والمراتب، يعني له عده استخدامات. الموسم بقى من البدايه يعني بيبدا زراعه اللوف، هو يعني من اهميته انه بيتحمل محصول قمح، يعني الارض ما بتاخدش مده معاه. زراعته من شهر 2 3 لحد شهر 4، بيبدا يجمع مع حضرتك بدايه من شهر 7، كل 10 ايام بيجمع 15 يوم بيجمع، يعني لحد شهر 12 بيجمع حوالي بتاع على الاقل 10 15 جمعه، وكل جمعه بتديله ربح كويس، وبالتالي اكثر الناس اتجهت انها تزرع اللوف في مركز بلبيس. هو في تجار جمله بيجي ياخدوه من المزارع من هنا بيودوه القاهره وبيتصدر، لكن بعض الناس بتفضل انها تكمره او تعطونه عندهم بطريقتهم وينزل بيه الاسواق على مستوى المركز. ممكن الكوز بتاعه يوصل كام؟ هو كتاجر بياخده منهم ب 10 15 جنيه، لكن لو بيتباع للمواطن العادي من 20 ل 25 جنيه. بتصدر لها خارج ايه؟ اه احنا بيصدروا بره، زي برضه دول اوروبيه، بيودوا دول شرق اسيا، بيطلبوا يعني. زراعيه متواجدين باستمرار مع الجمعيات الزراعيه، مع مزارع اللوف، من ارشادات، من توصيات، من حرصهم على برضه الري يكون ري بالطنيط، ري حديث، ما يصرفوش في الميه، يستغلوا كل شيء بالارض الزراعيه. ده حسب تعليمات قياده سياسيه يعني. الفدان ممكن ياخد منه بذور قد ايه مثلا؟ هو الفدان بيتقبيه كتير، كيلو كيلو ونص بذور، كيلو. وزي ما قلنا هو مش مكلف بالنسبه له، حتى لو 2 كيلو ما هو بيتقيه من عنده، يعني بيستنبط كوز او اثنين ذات جوده عاليه للسنه المقبله، للسنه الجايه. ممكن العام القادم تزيد مساحه زراعه ان شاء الله، ده متوقع بامر الله يعني ان شاء الله. مين الشرف بحضرتك؟ وليد عبد الرب وعلي عبد الرحمن. اه عم وليد، انت حضرتك يعني مزارع ما شاء الله، وهذا العام زرعت مساحه كبيره من اللوف، وقلت لي ان القريه عندكم كلها مشهوره ليها خلفيه مع زراعه اللوف. ايوه، اللوف احنا مثلا من زمن يعني احنا تلاقينا اهالينا بتزرعه على طول، هو زراعه مربحه وحلوه احسن من اي زراعه ثانيه، عشان كده احنا مكملين فيها ان شاء الله. ما شاء الله زرعت السنه دي. انا معايا النهارده السنه دي معايا 12 فدان. ما شاء الله. البدايه بقى تبدا من امتى تستعد بقى وتجهز؟ من ابتداء من شهر 2 بنجهز الارض ونظبطها، و15 2 نبدا نزرع. ومعاك لحد شهر 1/4 ممكن الزراعة عادي، بعد كده ممكن يكون اتأخرت، بس كل ما يكون بدري من نص 2 مثلا لحد نص 3 أول 4 كويس. بعد كده بتبدأ بقى بنخدم بقى لحد مثلا كما وري عادي لحد مثلا نص 7 نبدأ نجمع. كل 10 أيام بنجمع مرة، ما بنجمعش مرة واحدة. كل 10 أيام الشوية اللي بيستووا مثلا بنجمعهم. ونروي تاني ونفس النظام، كل 10 ايام 12 يوم بالكثير نجمع برده الشويه اللي استوى. لحد شهر لحد شهر لحد شهر ان شاء الله، حد اخر 11 كده اول 12 بننزل بقى القديم ده كله، بيكون خلص يكون البرد نزل دخل عليه ما ينفعش يستوي تاني، بننزله ونزرع على الارض غل لحد مثلا شهر 2 الجاي بقى. هو ما شاء الله مربح. اه ان شاء الله باذن الحمد لله. تسويق احنا بحضرتك احنا بنحطه بنجهزه ونطلعه بنعطنه الاول، ما ينفعش يتباع اخضر كده، بنعطن يقعد يومين في الميه يطلع من الميه ينشف، في تجار بتيجي تاخده مننا. ممكن سعره بره يعني بيختلف طبعا عن التاجر؟ ايوه طبعا. ايوه احنا بنبيع سعر جمله، فالتاجر احنا بنبيع سعر جمله السنه دي من 10 ل 15. ممكن 25 و40 في السوق لو واحد مثلا يشتري كوز واحد. هو بيعمل عليه تعديلات بقى؟ مش كل الناس، مش كل التجار، في ناس عندها مصانع بتعمله بيتباع في الصيدليات وقماشه وايادي كده وحاجات حلوه يعني. تاريخ
احنا من زمان من زمن من يعني انا طلعت لقيته اللوف ده موجود. انا عندي حوالي 47 سنه. ما شاء الله يعني 50 سنه او اكثر من 50 سنه كمان. مهندس سليمان عبد العزيز عيسى، مدير عام المتابعه في الاداره الزراعيه في بلبيس. زراعة اللوف هنا حضرتك بنزرع 500 فدان السنة دي، زرعنا 500 فدان في بلبيس، في الإدارة الزراعية في بلبيس. مربح طبعا جدا وتكلفته مش كتير ومربح للفدان أحسن من أي محصول تاني في مصر. أحسن من أي محصول كمان. كل سنه وحضرتك طيب. كنت طيب. اللوف بالنسبه لكم بيمثل في الحصاد فرحه صح؟ طبعا. ونغس لفرح. حضرتك بتقطع اللي هو بيكون خلاص استوى يعني. لا دي كويس. خد يا خد يا فرسك.